السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيداتي انساتي سادتي مخداتي ووسادتي، اما بعد يسرنا نقدم لكم هذا في هذا الصرح العظيم. زين لحظه، ما يخص وين ساير انا؟ ما يخص ايش حبيبي؟ أو مرحبا فيكم في سيتي سكاي لاين ودوله المتابعين. طبعا دائما يمارس افكر مع نفسي اسميها دوله المتابعين، لان كل المدن قاعده تسمى باساميكم. لكن اكتشفت اني قاعد اسوي سلسله وانا منقص فيه مهم، خدمات عامة، حدائق عامة، هالسوالف. لا تشوفوا المدينة قامت تستوي حلوة ترى. شوفوا محلان. شوفوا محلان المدن. في واحد تشوف علامة موية فوق راسه. انزين. طبعا خلنا نعطيه موية هذا المسكين. وين ناقص؟ وين انت ما بنيت الا هني؟ والله انك انت ريال محترم. انزين. عنده ماي هي. أول شيء بسويه اليوم مدينة ملاهي. مدينة الملاهي مالي وين بتكون؟ هني نص المدينة. قررت أهدم هاي. إنزين. نسويها هاي ملاهي. خلنا نسوي زون. ملاهي خلنا نشوف الكومنتس مرة ثانية. أنا بقولكم لأن الكومنتس ويس عبد الله بارك ما سمي. في واحد عندنا اسمه ويس عبد الله طالب مدينة باسمه، بس بنسمي حدائق باسمه. أنا أحس حدائق تيتيك وهذا حركات. أنا بسمي وايد شغلات بأساميكم، ممكن عقب أسمي مدينة باسمه عادي، مش مشكلة. حتى مدينة، حتى أنتوا اللي سميت مدن بأساميكم ممكن أقوم وأسمي شو هذه عين عينك نسويها. وين صار؟ وين؟ زون غلط. لحظة، زون غلط. خلنا نسويها زون صحيح. سوري. هذي لحظة، خلنا نمسح. نسوي لها دي زون أول الأولي. نشيل الزون هذا كامل. زين نخلي زون الحديقة بس، مشكلة على الشارع شوي. مدخل الحديقة هو الشيء الأكثر شيء يمكن تشاورت عليه. سويت له دي زون بس بعد الزون. اوكي اليوم ملاهي بسميه ويس ويس عبد الله بارك. انزين الملاهي بيكون مدخلها طبعا مدخل جميل من هني، بسوي لها المدخل. فعند المدخل كالعاده مجهز لكم الباركناتنا. نسوي على التقاطع الاغلب بسوي المدخل شكلي، ولا بسوي المدخل هني. شوفوا 1 2 3 4 5 6 ما اظني تحبون تروحون. ليش يركبون فوق بعض؟ لحظة انا مسوي اوفرلاب بس. اوكي طلع شكلهم يعني شوي، ما حد بيشوف صح؟ ما حد بيشوف. ما حد شاف يا عمي، ما حد شاف. انزين خلينا نسير للبارك اللي بيجيب العيد. انا اليوم شكلي ونسوي البارك مين. البارك طلع اكبر ما انا تصورت. خلاص انت مكتوب لك، مكتوب لك انك تنهدم، مكتوب. انا ما يخصني قدر، مكتوب على قلوب والله دنيا. انزين مكتوب هني، واللي يعرف هالاغنيه معناه من الجيل الحديث، من الجيل القديم. سوري طيبين. ليش اوكيبايد؟ زين خلنا نشل هايل. اوكي وبعد ما نشلهم بعدين اوكي اوريدي اوكيبايد يمكن من هذا. انزين بنحطي اوريدي اوكيبايد، ما اقدر احط لي مدخل داخلي يعني. يا من زي قصدي، يا سلام قصدي يعني، ما قصدي شيء. اخر شيء حطيت وينهم يبون. المهم انا نهدم هاي ما نباهم. ملاهي بيكون فيها شيء اساسي، طبعا في باركنات على اليم، بس انا بمنع ان اي حد يوقف. فواحد والله تصدقون طلع احسن ارتب جنب بعض. باركنات ضخمة، لو تروحون القرية العالمية دبي تي باركنات كبيرة وحركات ودنيا وسوالف. زين
نبى اول شيء احدد اطار الباركنات. اوكي نطلع شوي ليش انا شو السالفه. لحظه اذا سويت شو يستوي. لا اوكي يركب يركب ممتاز. يعني اسوي دين هني والله انه ضبط. ملعوبه اصلا ملعوبه كالكوليتد يا حبيبي كالكوليتد. ما خلي هني مكان فاضي خلي مكان فاضي. هذه كلها ترى حديقه ضخمه ترى هاي مش حديقه صغيره. حي الله ترى انا حسبت قاطع مش راكب صح فبيلعوزني. نسوي بالطريقه هاي ركبتي كونجراتيليشن. حلو حلو الحلقه الجايه خلاص نعرفها. سفينه نبا القوارب والسفن تبدا تشتغل داخليا وخارجيا من كل النواحي. احنا ياسين الحين نلعب على مجموعة. انا ياسر اخلي مسافة عن قصد على فكرة. هني بس ابى شارع ثاني ابى مدخل غير اساسي. وين اقدر احطي مدخل؟ الحين عرفت ليش ما اقدر احطي. تعرفون ليش؟ لان الزوننج مالي كترة لان الزوننج مالي تعبان. والله ان شغلي تعبان مية مية تعبان. انزين خلنا نكبر الحديقة يا مس. كبر الحديقة يا انسان. انزين انزين كبر الحديقة حدودها شوي بتكون حديقة طيبة. لحظة ابى ثلاث مداخل انا. اذا بعدل هاي بعدل خلنا نسوي بدل مدخلين ثلاث مداخل. مدخل من شمالي شرقي هالسوالف بتروحون اكثر من مدخل. هل 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 المكان هذا ما اقدر اسويه. اوكي بس شو بسوي؟ خلنا نوصل هذا مكانه. بنحط لنا مدخل ان شاء الله يركب هني مدخل. سايد جيت سايد جيت هذا مين جيت في اكثر. ايوه يمكن لان عندي مين جيت ما قدرت اركب هذا. والله ناسي كيف يشتغل. بس حديقه بهالحجم ما يحتاج اكثر من بوابتين ترى بصراحه. يعني لحظة يبالنا باركنات بعد هني صح؟ إذا بسوي هني وبمنع الوقوف هذا معناه بحتاج باركنات هني بعد. باركنات باركنات بس هني ما بباركنات وايد لأن المفروض ميون وايد ناس. شوفوا وصل على الشارع قابل للتعديل فيما بعد. قلنا بنخلي مسافة هني وخلي مربع تقريبا بناء هني. وهني ما اظن بنستفيد من المساحة فخلوها بنخليها فاضية. انزين بنخلي لين هني حديقة. اوكي هاي استوت حديقة عنا اويس عبد الله. انزين اول شيء الحديقة طبعا على طول لازم زرع. بدون زرع ما يمشي. اول شيء الشارع الرئيسي بيكون عبارة عن هذا اللي يوصل اني في شو في بعض بس مش من هني. لا هني يستوي جسر غصب. فشو بنسوي؟ بنفتح التول مالنا. لحظة بنفتح التول يسار هذا خلنا نسكرة. نفتح اخ التول مالنا ما يشتغل على هاي الشكل. زين بنحطي نحاول نحطي هني شيء يمشي مع احلامها الخايس. زين بننزله بالطريقه هاي ونسوي لنا هني شارع. وهذا الشارع راح يكون عباره عن قاطع للملاهي لين هني ملاهي عندنا. والبوابه الرئيسيه لازم يكون فيها تقاطع بالطريقه هاي. يحييك يا عبد الله. ويس عبد الله انت تدخل فلوس دايركت. انزين عندنا هني هذا الحديقه بتكون بالشكل هذا. انا اشوفها ممتازه. زين على المداخل كالحد كالعاده وش نحن نسوي؟ شو نهتم بالخدمات العامه. نبا الله يعزكم الحمامات اول شيء على المدخل. ممكن نحطيها هني على المدخل حبه
وبنحطيه هني على المدخل، ونبقى في نص الحديقة. هالشي ما نبقى ينقص، شي نبقى يكون موجود متوفر حلو. وجنب كل حمامات طبعا محل هدايا بنحطي لنا على المخارج هني، بنحط لنا محل هدايا حق اللي على الطاير. بنحط لهم كهرباء اول شيء اساس انه ما يكون مسكر اول ما يفتح، يعني ده احساس وسخ بقى يعني. انزين، ما عدا ذلك هو بيوصل الكهرباء حق عمره من داخل، ما عليكم انتم. انزين، ونبا سوفينير شوب عند الزاوية اللي يدخل هني بيكون في العاب. لا هني بنحط لنا، طبعا احنا حاليا ما عندنا كل العاب، بنحط لنا هاي الالعاب. طبعا بسوي انا برتكز في الحديقة. لحظة، كان عندنا اول شيء اللعبة الكبيرة، ايوه هاي يبالها كم؟ هاف ليفل 5 اميوزمنت بارك، لازم يكون عندي شيء اعلى لانه ما يستوي. زين بنحط اللعبة بمبر كارس مال السيايير مال الصغارية عند الممشى هذا. بنحط لنا لعبة ثانية هني، هذا نباها الحديقة تستوعب كمية حلوة من الناس، مش حديقة صغيرة يعني. هذه هاوس اوف هورور، بيت الرعب، وبيت الرعب لازم يكون في الوسط. لا لا لا، بيت الرعب خله هني في الزاوية. زين، بيت الرعب بنخليه هني، اوكي. وبنخلي عند بيت الرعب البوت، لا لا البوت لا، مش عند بيت الرعب، البوت عند الاحصنة نخليهن بعضهن، بس نخلي مساحات بينهم لانه بعد بنحطي من كل لعبة تقريبا في جيترين. ها شو سالفته؟ هذا شو سالفته هذا؟ هذا بروح يعني يلعبوه هني، بس هاي اللفة هاي كل الاخطار هذا شادين حيلكم على هذا يا حبيبي. المكان اصلا مخيف، ليش هالكثر شير حوله؟ لحظة، خلي شوي المكان انظف من اشياء. مرة ما نظف الشير اللي هني. هذا اظن جزء من الحديقة بيت الرعب، نشوف هني. نشيل هذا له، نشيل هذا الشير الداش عرض من المباني. زين، نشيل هاي الشيرة هاي، نشيل هاي الشيرة هاي. هذا من الماب الريسبون التري اللي مسوينا شوي، مسوي لنا ازمة عالمية هني، بس عادي حلو ان الخريطة دايما فيها شير. بس المش حلو انك يوم تحاول تطالع شي مسوي لنا الحين، اوكي لازم شوي يوم يكون عندك مودز لازم تتقبل شوي بعض الامور، تطلع بعض الامور نص الشارع بعض. يبالا اذا نحن بنلعب اللعبة عدل عدل عدل، يبالا وايد شغل ان نحن بس نشل الشيار، نسوي فاين ديتيلز. بس في العادة هالسوالف متى اسويها انا؟ يوم اوصل لمرحلة ان المدينة عندي ضخمة، وابدأ اهتم بالتفاصيل الصغيرة. نبدأ نزين، نبدأ نسوي، لانه يستوي عنا اقتصاد ثابت، والاقتصاد يسمح لنا ان شو، ان الاقتصاد الحلو هذا القوي يسمح لنا ان نحن نبني ونسوي ونخسر فلوس وهذا على الشغلات الصغيرة. بنوصل للمرحلة نفسها مع السلسلة، هي ماشي بنوصل. بس اعتقد ان الحين نظفنا معظم البقعة، معظم البقعة نظفناها. انزين، خلنا نشوف شو نقدر نضيف. طبعا بنضيف مجموعة العاب طيبة يعني، وعقب ولازم بالفناين هاي، لازم ما يستوي غير بالفناين. شو من المكان هذا من غير بالفناين؟ زين، جيم بوث بنحط حق الصغارية مال الألعاب وهم يتمشون. شوف حديقة شوي ياس أحطيها، مش نفس آخر مرة في الجزء اللي قبله والأول ما بدينا، لا قاعد أحط شوي عشوائية في الموضوع، أحس بيعطي نوع من وين المطعم؟ كان في مطعم عندنا أحيط. زين، كان مطعم موجود عندنا بس يمكن بمبر كارز سوينج بوت ما حطينا نحن سوينج بوت، هي حطينا هناك بس يبالنا شو.
ترى هذه الحديقة وايد ضخمة تعتبر بالنسبة لمكانه، وياس يرفع الكوست، بس مع الوقت له. أيوة هذا الكافيه، هذا هو قبل يعني الصبح. الكافيهات لازم كمية طيبة، لأن أنا أتخيل واحد يبي يبيع عياله، يبي يخلي عياله على راحتهم، عيال بعيد يفتكون منهم، خلهم يشربون كوفي يسوون دنيا. خليهم على راحتهم شوي. وايد وايد حطينا سامان، قام الحين شوي متوهق في المكان. خلنا نشيل هذا يا حبيبي. انا بس خلنا نشيل هذا من زين. خلنا نشيل الشير اللي هني طالع، هذا ما شفته. بالنسبة للحديقة حاليا هاي اكثر من كفايه ترى. زين 10 ولا لا؟ خلي التعرف الطبيعيه، كل شيء طبيعي. بس شو، لان سوينا حديقه، اول شيء بنسوي حولها بيوت المناطق الداخليه، ما بسوي حولها شو هذا، حتى الدكاكين صغار. اوكي، يفترض ان اللي ساكنين عندهم بيوت عسى بيكون اريح للحديقه. الحديقه بتكون مزعجه بالنسبه للناس بالطريقه هاي، جدا مزعجه بتكون. بس ترى حلوة الحديقة، ترى عودة ضخمة مش صغيرة ترى الحديقة. لا تتوقع انها اوه صغيرة هاي، ولا لا لا مش صغيرة هاي، ترى حديقة حجمها طيب يعني. حط هني على الدوار، ليش استحمى الدوار هذا، من وين يجون؟ اه من هني يجون. زين 6 شوارع، ليش كلكم تبون بس هذا السيد؟ ليش بس كلكم تبون هالسيد هذا، شو السالفة؟ من النيب هذا؟ 1 2 3. هلا وصل منيول، ما اعرف ليش هم زعلانين. انت وانت بس يمين، وانت يمين سيدة ويمين، وانت سيدة، وانت سيدة، وانت دار. ممكن نخفف الزحمة شوي. شوف انزين، اذا السالفة بالطريقة هاي بحاول اجيب الشارع. زين الشارع سيدة بالنيبة من فوق القطار، بيكون شكله حلو اصلا بعد. ما حد قاعد يستعمل الشارع لما نبغى نيب الشارع بالطريقة هاي. يمكن ما يستعملونه لان شو، شارع ياخذ منهم وقت. وبسوي شو، برفع سرعة هالشارع هذا، هذاك 60، هذا بسوي 100. بشوف الناس بتي هني ولا ما بتي. نرفع سرعة الشارع هذا، هني اوريدي النت خاطع في سرعتين. ليش؟ خلنا نشوف الناس بتبدأ تستعمل الشارع اليمين ولا لا. هاي بيبدون يحولون يمين لان غيرنا السرعة شوي. مفروض مفروض يبدون يحولون يمين. ممكن اخلي ترى هالشارع بس يروح يمينه، لان هاي الزحمة في هاي اللي يبون الصناعية. زين اذا هاي يلبس الزحمة هاي كلها على الصناعية، ليش ما اسوي هني دوار يعني، بكسر الشارع هذا. خلهم معي برايهم بيدورون درب ثاني. زين اسوي هذا الطريقة هاي، بخرب دنيتهم ترى، بس اساسا انه شو يسوون، يصطلبون يروحون وين انا ابا. ان هذا اذا خليناه من الحين زحمة، بالمستقبل راح ناكل جبن، تعرفون يعني جبن، مش جبنة لا، هذا حتى ما يبغى له، هذا خلى الاثنين هاي.
انزين، وعندنا هذا خله سيده، هذا خله سيده. خلنا نشوف الحين بيروحون هالدرب ولا ما بيروحون. لحظة خلنا شوي، هذا بيخفف سرعتهم وايد. بس من هنا مرن ما دلنا غير الشير هذا ترى، بتشوف اذا له حل عقب. انزين خلنا نبند التول هذا، خلنا نشوف الشوارع اللي قاموا يستعملونها، لان استوى حل بديل، بدل ما يروحون نص المدينة يروحون هني يسار ويتوزعون يمين الشارع اسرع، فنخف الزحمة في نص المدينة. شوف بعدهم يروحون ذاك الدربة، هم يبون هاي الصناعية، بس غريب انها الشارع سيدة، يعني المفروض يكون اقرب لهم. الناس تبى الدوار اللي هني، من الناس اللي تدخل تشوفوا لمركز المدينة. زين خلنا لان هني حطي لهم كم باركن. ويت هني باركن، باركن هني، لازم نكون طيبين بعد، يعني نقول لهم لا تباركنون وما في باركنات حرام صح. نحطين نو باركن، نو باركن، نو باركن على الدوار، نو باركن، نو باركن هني، ولا حتى قريب الدوار ممنوع تباركنون، ممنوع الباركن، ممنوع الباركن، ممنوع الباركن. انا اتصور ترى على فكرة هذا يخف الزحمة، لان هاي منطقة حيوية وهم يباركنون فيها. اذا يبارك انه يضيع وقت على الباركن، معناه في احتمال انه ياس يخرب علي الوقت، المكان، الوقفة. زين خلنا نشوف الزحمة كيف توزعت. لا توزعت بشكل حلو الحين، احسن وايد. وبنزل من فوق الجسر هذا اللي ما حد يستعمله، على اساس اسوي استعمال للجسر اجباري. أبى الناس تستعمل الجسر، والناس ما راح تستعمل الجسر هذا إلا إذا كان منه فائدة، فبنستعمل الجسر هذا. الحين استوى إشارة، لكن زين، وايد زين. ليش؟ لأنهم بيحصلون اختصارات، وبعدين هني في الوسط تركب مدينة راحت، يعني ما عندنا مشاكل وايد. نبى صناعية، نبى حاجات صناعية قوي، يعني عادي. هذا قلنا لكم قبل، الحين أمور صناعية داخل طف. خلهم يسوون الزحمة كيفهم، خصص عندهم الزحمة وبرايهم. هني ما في حد عليه صح؟ ما حد قاعد يستعمله. زين كصناعية هذا بيدعم منه صناعية بعد في نفس الوقت. حطي عيادة، حطي سوري مطافي صغير، نحطي شرطة صغيرة مؤقتة. زين يبالنا حلقة بس نسوي فيها سجون و هاي الأمور، ونبى شركات هني، نبى ورا الشركات هني بيوت عماير سكنات، بنبني هني بعد محلات تجارية. بس أوه شكل عليها زحمة والله. المهم كانت هاي حلقتنا لليوم، لا تنسون شير، لايك، سبسكرايب، كل حاجة بقى. يعني ما اوصيكم، لان مدينة قام تستوي حلوة، يمكن نمتد الشاطئ الحين شوي بس بنسير بعد. بس هاي وصلات المدن، كان سوينا اليوم مجمع جسور، اليوم امس كان زين، وسوينا حديقة ويسد الله، عدلنا الشوارع شوي، ضبطنا الامور حركات ودنيا فاتمنى ان الحلقة نالت اعجابكم. بإذن الله إن شاء الله متلاقين في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.